اهلا بيكم، حلقه جديده النهارده، فيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم نصايح وتوقعات لبرج الثور الترابي وتحذيرات كمان لشهر ابريل 2021. كالعاده بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على الانستغرام، على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وتقولوا لي تتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه، وقولوا لي القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا. طبعا انتوا عارفين ان برج الثور من الابراج اللي انا بحبها جدا، ومن الابراج القريبه جدا جدا من قلبي، فبيج هارت يا برج الثور. طيب برج الثور، اول تحذير عايزه احذره منك الفتره دي هو ان انت تاخد بالك من كلامك. يعني شايفاك بتتكلم كتير جدا، وممكن حد يستخدم كلامك الكتير ده ان هو ضدك، او يتكلم عنك، او يتكلم عنك بطريقه تضايقك. فعشان كده حاول يا برج الثور ان انت تقلل كلامك شويه، تقلل من حديثك عن نفسك، تقلل من، احتفظ باسرارك الفتره دي، لان في شخص ممكن يكون انتهازي او شخص مش كويس يستغل الاسرار بتاعتك اللي انت عمال تطلعها. فاحتفظ باسرارك، ما تطلعش، ما تكلمش كتير عن الاهداف بتاعتك، عن طموحاتك، عن مشاريع، لان في شخص ممكن يكون حقود، حسود، يخطف افكارك وينفذها هو. فخلوا بالكم من النقطه دي يا برج الثور، لان انتم ممكن تكونوا تلقائيين، تكلموا بمنتهى التلقائيه قدام الحد ده يستغل كلامكم ويعني يستغله ضدكم. تاني حاجه، بطل اوفر ثينكينج يا برج الثور. برج الثور الفتره دي عنده اوفر ثينكينج كتير قوي، يعني بيفكروا، هو دايما عاده برج الثور من الابراج اللي بيفكروا كتير جدا. فانت الفترة دي بتفكر كتير قوي، بالك مشغول، وللأسف ممكن يكون عارفين انت اللي هو التفكير بيجيب تفكير بيجيب تفكير، فعندك هواجس، عندك افكار كتيرة سلبية، ممكن تكون انت بتتخيل حاجات مش مظبوطة، حاجات يعني وهم كده، فانت عملت تكبر المواضيع وفي وهم انت عملت تكبره جواك. فخلي بالك، لان انت عملت توتر في نفسك وبتقلق في نفسك، وفي الاخر كل القلق ده على ما فيش، يعني فيش حاجة سيريس ضدك او اجانستي برج الثور ممكن تاثر عليك. فعشان كده خلي بالك واحترس يا برج الثور من الطاقه بتاعتك، لان انا شايفه عندك طاقه قلق، طاقه خوف، طاقه توتر، تفكير، مخاوف كتير جدا جدا عندك، وهميه، يعني ملهاش اي اساس من الصحه. يعني بيحبك حد، بيبعد عنك، لا، انا عايزاكم تركزوا في شغلكم كتير جدا جدا، لان عندكم انتصارات، عندكم نجاحات، عندكم علو شأن، عندكم ترقيات، عندكم حاجات حلوه جدا جدا، بس ركز في عملك عشان تقدر تنجح. وحاول ان انت تفكر بره المقاييس، يعني فكر في افكار جديده، حاول تطور من نفسك، حاول ان انت تهتم بشكلك كمان، عندك تغييرات وعندك بدايه جديده يا برج الثور. بدايه جديده، ممكن شكلك يتغير يا برج الثور، ممكن طريقه كلامك تتغير، ممكن تغير شغلك، ممكن تغير، ممكن عندك سفر كمان، اعتقد عندكم فرص حلوه جدا جدا في السفر في شهر ابريل. يعني لو جات لك فرصه سفر، اعتقد انها تكون سفره ناجحه جدا ان شاء الله. طيب حاول زي ما قلت ان انت تبطل تفكير زياده، الاوفر ثينكينج هيكون مضر ليك جدا يا برج الثور، حاول تتخلص منه. شايفه ان برج الثور ممكن تكون تفكر في الاستقرار او في الارتباط او خطوبه، يعني معظم مواليد برج الثور ممكن يكون عندك تفكير بارتباط رسمي او استقرار او خطوبه في خلال الثلاث شهور الجايين، يعني ابريل ومايو وجون. يعني ممكن يكون شخص عجبك وانت منشن عليه، او عايز ترتبط بيه، هو عجبك جدا، في صفات كتير من الصفات اللي انت حاطه في اختبارات دلوقتي. فانا شايفاك في شخص انت بتراقبه، منشن عليه مثلا، عملت تفكر هل هو مناسب ليا ولا لا، هل ينفع اكمل معاه ولا لا، الشخص ده انت معجب بيه. حاول تريلاكس شويه، حاسه ان انتم محتاجين سفره ريلاكسيشن يا برج الثور، سفره تكونوا مبسوطين فيها، حاجه كده بلد نفسك تستريح فيها، تريلاكس فيها، تميديتيت فيها، حاولوا تدوروا على حاجه زي كده. طيب عندك شخص هيبقى قريب منك هيقدم لك المساعده يا برج الثور، ممكن يقدم لك مساعده نفسيه، مساعده معنويه، مساعده ماديه، في شخص ترابي هيكون قريب منك الفتره الجايه، الشخص ده هيقدم لك دعم مادي، دعم نفسي، الشخص ده برج الجدي او برج العذراء، يعني اما جدي عذراء هيكون شخص مصدر دعم ليك، اللي هو هيحسن من احوالك النفسيه، هيحسن من شكلك، هيحسن من ارتباطاتك، هيحسن، يعني انا شايفه يعني لا، ان الشخص ده هياثر عليك بطريقه ايجابيه قويه جدا جدا يا برج الثور. طيب شايفاك الفتره دي زي ما قلت شويه عندك شويه تغيرات، يعني حياتك هيبقى فيها شويه تغيرات، بس انا شايفه التغيرات كلها للافضل وللاحسن. ماشي، يعني عايزه اقول ان انتوا الفتره دي يا برج الثور عندكم تغييرات، انا شايفه التغييرات دي
جدا عنها. بس انا شايفه التغييرات دي تغييرات ايجابيه لمصلحتك. بالعكس انا شايفه مواليد برج الثور عندهم انتصارات، عندهم نجاحات، عندهم اثبات للذات، انتصارات على اعدائك، عندك منافسين اقوياء، عندك ناس بتاخد افكارك. مش عارفه ليه حاسه ان برج الثور عنده ناس بتسرقك، بتسرق افكارك. فعندك فرص كويسه جدا للانتصارات، للنجاحات، لاثبات الذات، بتتفوق على نفسك، بتثبت للاخرين اللي مستنيين فشلك لا ده انا قوي جدا وثابت جدا واحترس وخاف على نفسك. زي ما قلت عندكم opportunities ان انت ممكن تغير عملك لحاجة احسن او افضل. ففي تغيير واضح في حياتك او بداية جديدة. البداية دي معلش يا جماعة عمر واقف وراي عمال بيعملي حركات كده. فعندك تغيير قوي او بداية جديدة. البداية دي هتكون ايجابية. وعلى فكرة ممكن تغيروا ستايل شعركم، ممكن تلاقيكم بتلعبوا رياضة، هتهتموا جدا بجسمكم، هتهتموا جدا بشكلكم، بالستايل بتاعكم، تشتروا لبس جديد، عندكم زي ايه نيو لوك كده. الفترة دي يا برج الثور احلى بكتير جدا جدا من الفات. يعني كل شوف كلكم الله شكلكم بقى احلى كتير قوي. ممكن تغيروا الشعر بتاعكم، الستايل بتاعكم، بس هيبقى تغيير ايجابي قوي وجميل جدا جدا يا برج الثور. فانا شايفه ان عندكم تفوق، عندكم حاجات حلوه جدا، حاولوا تستثمروها. طيب مشكلتي الوحيده معاك يا برج الثور هي في الحب. يعني ممكن يكون لو انت مرتبط عندك شخص انت بتحبه جدا وهو بيحبك وكل حاجه، بس انت بتعند معاه، ممكن تكون بتتقل عليه، مش بتهتم بيه شويه. الشخص ده في حاجه مضايقاه منك ان انت بتختفي وبتروح وبترجع، فهو زعلان او متضايق. هو الشخص ده ممكن كمان يكون في طرف ثالث في العلاقه. اعتقد الطرف الثالث يعني من ناحيتك لو انت راجل الطور، او من ناحيه الشخص الثاني يعني، بس عندك طرف ثالث. الطرف الثالث ده ممكن يكون سفر، ممكن يكون عمل، ممكن يكون شخص. بس ممكن بسبب قله اهتمامك بالشخص اللي معاك هو بدا يمشي ويبعد ويروح يهتم بحد تاني او حد تاني يهتم بيه. بس شايفة عندك اللي هو عدم استقرار في حياتك العاطفية لو انت مرتبط، في ups and downs. بس انا شايفة المشكلة من عندك، من قلة اهتمامك يا برج الثور بالشخص ده. ممكن يكون هو بيشتكي منك، وقولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا. انت مش بتسأل عليه، مش بتهتم بيه، مش بتبعت له، مش بت يعني في عندك مشكلة في الاهتمام هو محتاجها يعني. طيب برج الثور فالحبيبك عنيد وانت عنيد، فواضح ان بتبقى فيه خلافات جدا بسبب العند. يعني عندكم انتوا الاثنين عنيدين جدا، انتوا الاثنين بتتحدوا بعض، انتوا الاثنين في يعني في عارف انت خد خبطه من هنا على خبطه من هنا كده، مفيش استقرار في العاطفه شويه الفتره دي. في زعل مثلا، ممكن تكون انت زعلان منه هو زعلان منك، بس في حد زعلان من التاني الفتره دي جدا. طيب برج الثور نصيحة قوية جدا ان انت تحاول تهتم بشريك حياتك، اظهر له حبه، لان انا شايف ان انت بتحبه، بس انت عندك مشكلة في التعبير عن الحب. مش هو بيشتكي لك ان انت اصلا مش بتعبر عن الحب، وهو محتاج اهتمامك، محتاج يحس بحبك، محتاج يحس ان انت بتحبه وان انت موجود. فانت عندك مشكلة، والمشكلة دي مضايقاه منك. يعني هو متضايق ان انت مش بتعبر عن حبك، مش بتعبر عن مشاعرك ناحيته. فحاول يا برج الثور ان انت الفترة الجاية دي تبقى معبر عن مشاعرك ناحية الشخص اللي بيحبك. انتوا معايا؟ معلش يا جماعة ثانية واحدة هركب الشاحن عشان الموبايل عمال يهنج، فانا لازم ايه اركبه وانتوا معايا. كده احسن بكتير قوي، ده انا كنت حاسه انا مش عارفه اتكلم. طيب برج الثور برضو حاولوا الفتره الجايه دي ان انت تتكلم بصراحه مع شريك حياتك. يعني قول له ايه اللي مضايقك مني، ايه اللي مزعلك مني، طب انا عملت ايه غلط، طب ازاي تبقى احسن. اهتم بيه، اخرج معاه، هات له هديه حلوه نفسه فيها، اهتم بتفاصيله، ابعت له مسج الصبح. يعني انا شايفه ان انت مقصر، وهو بيحبك جدا على فكره. يعني الشخص اللي انت مرتبط بيه او بتفكر فيه او جه في بالك دلوقتي بيحبك جدا يا برج الثور، وهو مشاعره حقيقيه من ناحيتك وبيراقبك، وهو عايزك بس تهتم بيه عشان هو ينطلق في مشاعره معاك. فحاول تكون انت الشخص اللي يعني اديله اهتمامه، اديله البرستيج بتاعه، اديله قوته، علشان ما يفكرش ان هو يهبط عنك. وخاصة الشخص ده ممكن يكون شخص جذاب جدا، عنده معجبين كتير جدا 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 موجود في حياتك يا برج الثور. الشخص ده يعني انتوا الاثنين مش عارفين تفهموا بعض. في شخص غامض انت مش عارف تفهمه، او علاقة سرية انت مش عارف هو بيحبك ولا لا، مش عارف هو مشاعره ناحيتك ايه، بس في شخص موجود غامض في حياتك. حاول تخلي بالك من حياتك العائليه، لان شايفه في مشاكل في حياتك العائليه. حاول تكون حمامه السلام في العيله، او لو انت اللي زعلان مع حد من العيله حاول تقرب الناس وتتكلم، ويبقى عندك تثبت وجهه نظرك. بس شايفه ان هيبقى في تحسن في علاقاتك العائليه. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى فيسبوك، قولوا لي الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا. مش عارفه ليه الفيديو مهنج.